فمن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء. مثل الصوفية في ناس يعني كثير أراهم مثلا لو كان ينظر إلى المرأة بشهوة مثلا أو يتمتع بالنظر إليها ويقول أنا أتقرب إلى الله بهذا النظر لأنني أفكر في كمال خلقة الله عز وجل وكمال صنعته ما شاء الله ما بقي عليك ما تفكر بهذا. على كل حال فيه من يقول هذا يقول أبدا ما عندي نية ولا شيء لكن إذا رأيته سبحان الله أحسن خلقي وأتفكر في كمال خلقة الله الآن هذا يتقرب الله بماذا؟ على زعم بمعصيته. فمن ظن أن هذا قرب إلى الله فقد ظن بالله ظن السوء. نعم لا ما لأن المرجئة يقول أنه سالم